على مزيك FM. سلام، أهلا بتونس. نقلة نوعية قاعدة تسير حاليا على مستوى قيادة أركان الحرب على الكورونا. نحن في أمور حرب من فد الكوش. الصباح قالت لك قطاع الصحة في إضراب واضطراب في التداوي والتلقيح. هاي المناورات الحربية. نواصلوا. الصحافة اليوم كاتبة بسبب إضراب الأطباء وفي ظل وضع وبائي حرج جدا، توقف عمليات التلقيح ورفع العينات وشلل في المستشفيات. وزادتك في الحرب على الكوفيد 19، نقص الأكسجين الطبي يعمق الأزمة. معناها توا القصف على أشده وصفارات الإنذار تعوي في كل مكان، ويعملوا هكا جيش المشاة وفيلق القوات الخاصة يقرفوا. يا ولدي نهبلوكم تكتيك واستراتيجية عسكرية. شبيك رانا أحفاد حنا بعل القرطاجني الذي قال يوما ما على مشاري في روما: سنجد طريقا وإن لم نجد سنرسل برقية إضراب. وبينما البارود يعزف سمفونية القتال في ساحات الوغاء، كانت المعامل الحربية تحت إشراف طاقم الهندسة العسكرية تعمل على قدم وساق لتزويد القوات على الجبهة. هاي الشروق تحكي على تحويل وجهة التلقيح للأحباب والأحزاب. الفضيحة. وزادتها أسندت تلقيح الكورونا لزوجها وعائلتها ونائبة في النهضة فساد وراء الإطاحة بمديرة الصحة بمنوب. بربي لحظة، جتني فكرة بهيمة ياسر. بو هي باللوجيك متاعهم هما ذكية وفي محلها راه، معناها لازمك برشا وعي باش تفهمها صاحبي. توا الجيش الأبيض كي يسرق الذخيرة زعما يتعدى على المحكمة العسكرية؟ اون بلوس ضاربة المحكمة العسكرية ليامات مكوتة عليها برشا طلب. انا خايف لتولي بالفلوس، اما ان شاء الله ما نخلطوش الغادي بإذن الله، خاطر البلاد هذه عندها كبير والجيش هذا عنده جنرال جديد ما يفدلكش. ترتجف لذكر اسمه الأجنة في أرحام أمهاتهم. أهو هاوزدم في المغرب، بعد أن تجاوز عدد ضحاياها 10,860 شخصا وإصابة أكثر من 300,000، المشيشي يأذن ببعث هيئة عليا استشارية للتعاطي مع جائحة كورونا تحت إشراف رئاسة الحكومة. أش قولك تراه؟ معروف راهو معروف بالصرامة، يموت على حاجتين: الصرامة وهكا الهيئات واللجان وجوا ذاك. هكا هاو شبيك راهو جنرال ولد لدارة مالا نلعبو؟ تقولو السلام يعمل لك لجنة باش تقولك وعليكم السلام. هو ديجا عنده لجنة علمية وفوقها لجنة وطنية، وتوا باش يزيد فوقهم هيئة عليا، يعني بلنداج على ثلاثة تقان، يوفر أكثر حماية للبشرة ومقاومة للتجاعيد والجفاف. يقتل جيشك يا تونس. لا حقيقة، حنا بعل خلى رجال ونساء عظماء وعظيمات صامدون وصامدات في وجه الكورونا مكافحون ومكافحات. ربي كمل عليك يا تونس. قديش الحرب تولي سكسي معاك؟ بون لما حالة تتحث والزادة وتتشلك إلى ما لا نهاية، أما هذيك أعراض جانبية. ولا حقا سمحني، نحن في حرب أخطانا من المعجم الصحي والعقلاني ما ست بصراحة، نسميوها خسائر جانبية. هكاك يوليو هكاك يحكيو الكركجية متاع الحرب. للأسف يظهر لي في الحرب هذه باش نمشيو لكلنا خسائر جانبية.